السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الاتصالات تبحث مع شركة أمازون مشروع تزويد خدمة الإنترنت عبر الفضاء. بحثت وزيرة الاتصالات يام الياسري مع شركة أمازون العالمية مشروع تزويد خدمة الإنترنت عبر الفضاء. وقالت الوزارة في بيان: استمرارا لجهود الوزارة في التوجه نحو التعاقد مع الشركات العالمية الرصينة لتزويد خدمة الإنترنت عبر الفضاء، عقدت وزيرة الاتصالات يام الياسري لقاء عبر تقنية فيديو كونفرنس مع شركة أمازون العالمية للمضي بالإجراءات الخاصة بالمشروع لتزويد هذه الخدمة للمواطنين والمؤسسات بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وتشكيلاتها. وأضافت أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب الأمنية والفنية والقانونية للمشروع والملاحظات التي أبدتها معالي السيدة الوزيرة. وبينت أن ممثلي الشركة قدموا إجابات متكاملة للملاحظات الفنية التي أبدتها الياسري، فضلا عن الأفكار والرؤى الخاصة بالمشروع والخطوات المقبلة.